مع حلول فصل الشتاء يصبح من الصعب لدى بعض الأشخاص السيطرة على أوزانهم، كما أن التغيرات المناخية تؤدي إلى حدوث ما يسمى بالاكتئاب الموسمي الذي يقود بدوره إلى انخفاض مستوى السيروتونين، وهو ناقل عصبي يقوم الدماغ بتصنيعه، وفي هذه الحالة يحتاج الجسم إلى المزيد من السكريات لإعادة رفع مستوى هذا الناقل العصبي في الجسم، مما يزيد الرغبة لدينا بتناول المزيد من السكريات والأطعمة الغنية بالدهون. للحديث أكثر عن التغذية الصحية والحمية الغذائية السليمة في فصل الشتاء وخطورة الإفراط في تناول الحلويات والسكريات، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمود الشيخ علي، أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمود، يسعد صباحك. أسعد الله صباحك وكل المشاهدين الأعزاء. دكتور محمود، بنحكي عن موضوع مهم كل سنة ما بنقدر نتغافل هذه الجزئية، وهي جزئية الحمية الغذائية السليمة والصحية في فصل الشتاء. نتعرف بشكل مباشر ما هي الأسس التغذوية السليمة في فصل الشتاء حتى نتجنب الإفراط في زيادة الوزن وغيرها من المشاكل الصحية. شوفوا، احنا يعني للأسف في عنا ثوابت صارت في عقلنا الباطني، وإن كانت هذه الثوابت خطأ يعني، بس هي صارت ثوابت نتيجة ترددها، انه فصل الشتاء لازم يزيد وزننا فيه، انه احنا في رمضان لازم ننصح، تمام؟ يعني هذه الثوابت اللي احنا خلص تربينا عليها، انه انا لو انا طلعت بالشتاء وانا مش نصحان 4-5 كيلو معناته في مشكلة عندي، تمام؟ وهذا الكلام عارج تماما عن الصحة، بالعكس انا افضل وانا بعتبره الموسم الحقيقي لانقاص الوزن هو فصل الشتاء. يعني افضل فصل في فصول السنة لانقاص الوزن هو فصل الشتاء، وراح احكي لك عن دراسات احنا عملناها في مركز ابن النفيس، كونه يعني المركز الاكبر على مستوى الوطن. يعني وهذا كان مفاجئ لنا على فكرة، لأنه احنا كان اعتقادنا زي بقية الناس، فلقينا انه الناس اللي بتلتزم في النظام الغذائي في فصل الشتاء هم اكثر حرق للدهون من فصل وهم الصيف؟ من اي فصل. وانا بعتبر انه انقاص الوزن الحقيقي من شهر 10 لشهر 4، في هذه الفترة يعني احنا عندنا في ناس مثلا ممكن ينزلوا 100 كيلو او 70 الى اخره، فبنلاقي الحجم الاكبر في النزول هو فصل الشتاء. ليش؟ شو الاسباب؟ جيده. اول شيء عشان احنا ننزل فصل الشتاء لازم نشيل من عقلنا انه في فصل الشتاء لازم يزيد وزني، تمام؟ هذه المعلومه لازم نشيلها تماما، ولازم نستبدل بدالها انه لا، احنا في فصل الشتاء لازم نضعف، فصل الشتاء فرصه ذهبيه، فصل الشتاء هو موسم لانقاص الوزن. طيب، هل جيت ليش احنا بنزيد في فصل الشتاء؟ احنا بنزيد في فصل الشتاء لانه احتياجنا الوهمي، حط تحت الوهمي 100 خط، الاحتياج الوهمي للسكر بيزيد في فصل الشتاء، تمام؟ بنسقع، فبصير انه انا ايش بدي اكل؟ معناته بدي اروح اكل سكر، تمام؟ وهناك في فرق بين السكريات والنشويات. النشويات هي مفهوم شمولي، تمام؟ اللي جزء منها السكر. السكر اللي انا اقصد فيه ونحذر منه دائما هو السكر الابيض، تمام؟ لكن لو نحكي عن السكريات الموجودة في الفواكه، الموجودة في القمح، الموجودة في معظم النشويات أو عفوا الفواكه والخضروات وغيرها، هي عبارة عن كربوهيدرات معقدة تحتاج إلى وقت في عملية الامتصاص وتدين الشعور بالشبع إلى آخره، بينما اللي إحنا للأسف نقبل عليه بشكل كبير هو السكر الأبيض. السكر الأبيض هو عبارة عن مستخلص من، عشان ما حدش يجي يقول لك ما هو السكر، ما هو جاي من قصب السكر او من البنجر. الموضوع مش انه هو جاي من مصدر نباتي، هو تم يعني في عمليات كيميائية متعددة لعد ما وصلنا للسكر الابيض اللي هو عبارة عن جلوكوز وفركتوز. الان لما انا اشرب مثلا عصير القصب مش راح يرتفع سكري زي ما انا اخذ سكر اللي جاي من عصير القصب. الان السكر هو عبارة عن جلوكوز وفركتوز، انا باخده واي اكل انا باكله لازم كنشويات بده يتحول للسكريات الاحاديه جلوكوز وفركتوز وجلاكتوز. الان الجلوكوز والفركتوز انا باخذ شيء يعني بس ما عليه عمليه التحلل، يعني عمليه بسيطه، تمام؟ والجلوكوز طبعا راح يروح بطريقه، هيزيد عندي افراز الانسولين، لان كل ما زاد افراز الانسولين راح يزيد عندي احتياج للسكر بشكل اكبر، وهضلني في دوام. عشان هيك دائما اللي بياكل معلقة حلويات باخذ غيرها وغيرها وغيرها. والفركتوز راح يروح على الكبد، والفائض او اذا زادت نسبة الفركتوز راح يعمل لي دهون على الكبد. احنا نحذر من هذا الموضوع تحديدا اللي احنا نقبل في تناول. طب ليش احنا بيجي على بالنا احنا ناكل اشي حلو؟
الان درجة الحرارة في الجو مثلا 15، قد ايش درجة حرارة الجسم من جوا؟ 37. تمام. الجسم امام خيارين، اما ينزل درجة حرارته لل 15 اللي هي درجة الحرارة المحيطة وطبعا راح يموت، او بده يبدا يحافظ على 37. عشان هيك احنا بنلبس اواعي ثقيله في الشتاء عشان ندفي حالنا، عشان يصير عندنا تدفئه داخليه، زائد انه لازم الجسم يصير له تدفئه كمان من الداخل من خلال العمليات الداخل، عمليات الايض. فعشان يحافظ على 37 بيديني شعور انه انا بدي إشي حلو. طبعا الجسم اسهل له، وهنا برضه الجسم من جوا كسول، اسهل له انه اخذ سكر، السكر بتحول للجلوكوز بسرعه وبصير بتحول لطاقه، فبديني شعور بالدفء، ومش هياخد كل الجلوكوز، ما هو في جزء راح يتحول لدهون. فمن هي طاقه بالمناسبه طاقه مؤقته. ايوه، ما هو الجلوكوز في مثل بيقول ما طار طين وارتفع الا كما طار وقع. الان لما انا باكل سكر بسيط الجلوكوز بيرتفع زي هيك وبرجع تاني زي هيك، لكن لما انا بعتمد، وهنا نيجي للنظام الغذائي الصح في فصل الشتاء، لما انا بعتمد في فصل الشتاء على تناول الكربوهيدرات المعقده، فهي اول شيء الجلوكوز راح يرتفع تدريجيا، مش راح يصير عندي افراز كبير للانسولين من البنكرياس، وراح يديني شعور بالشبع، وبنفس الوقت مش راح يزيد وزني بفصل الشتاء اذا التزمت بنظام غذائي متوازن. وخدي بالك فصل الشتاء مشجع لانقاص الوزن. اول شيء فصل الشتاء النهار قصير، فواكه الشتاء نفسها بتضعف، الحمضيات والتفاح والكيوي وكل الحمضيات تحتوي على كمية كبيرة من الماء وفيتامين سي وألياف وإلى آخره، فتديني شعور بالشبع. طيب الخضروات تبعت فصل الشتاء بتساعد على انقاص الوزن، لانه فيها كميه كبيره من الالياف والفيتامينات والمعادن، زي الفلفله والزهره والملفوف اللي احنا بنفتقدها، والسبانخ والورقيات والفجل والى اخره، هذا كله احنا بنفتقده في فصل الصيف. فاذا خضار الشتاء بتساعدنا على انقاص الوزن اكثر. طيب كمان احنا بنشرب مشروبات دافئه اكثر في فصل الشتاء. صحيح. بامكان بس انه انا ما اضيف عليها سكر، ممكن استخدم محليات طبيعيه زي الستيفيا او عسل الى اخره، فهنا بيديني سعرات اقل. طيب كمان في فصل الشتاء وانا قاعد بحرق دهون، بخلي الجسم يشتغل يحرق دهون. فصل الصيف الاكل في فصل الصيف اكثر، لانه هضطر انه انا اسهر واكل كميات كبيره واكل مكسرات بشكل اكبر والى اخره. الان تعتقد الناس انه انا فصل الصيف بعرق، العرق مش هو انه انا فقدت دهون، العرق هي سوائل. تمام، فقدت سوائل، سوائل زي اللي بدخل ساونا بنبسط حاله وزنه 80 بيطلع وزنه 79 بشرب ميه برجع 80 ثاني. بينما انا فصل الشتاء بحرق دهون، الدهون هي اللي قاعده بخلي الجسم يحرقها اذا التزمت. طبعا الاحساس بالبرد نفسه هو عامل من عوامل انقاص الوزن. طبعا هو الشعور بالبرد معناته بده طاقه، يا اما بقول للجسم تفضل احرق من جوا، يا انا بدي اروح اضطر اكل حلويات، والحلويات تحتوي على كميه كبيره من السكر الابيض اللي احنا بنحذر منه، واللي بيكون دهون بالجسم وله مشاكل صحيه اخرى، وكميه كبيره من الدهون. ما هي الحلويات عباره عن ايه؟ عباره عن سكر وزبده والى اخره. كمان هنا خلينا ننوه لنوعيه الزبده اللي احنا بنستخدمها في صنع الحلويات. معظم المصانع والحلويات الجاهزه هي عباره عن دهون مهدرجه، بخلاف انه انا استخدم مثلا زبده بلدي في البيت، او استخدم زيت زيتون، او استخدم زيوت نباتيه، راح تكون طبعا حرقها في الجسم اسهل من تناول الدهون المهدرجه التي يصعب حرقها بالجسم وتسبب لي تصلب شرايين ومشاكل اخرى. حتى الرياضه في فصل الشتاء اسهل من الصيف. يعني ممكن انا امشي الصبح، امشي الظهر، امشي العصر، الجو حلو. في فصل الصيف بدي اضطر يا امشي الصبح يا امشي في الليل، بس انا في فصل الشتاء على مدار اليوم المشي متاح او الرياضه. طيب دكتور، بما انه تحدثت عن المشروبات قبل قليل، نحكي عن المشروبات اللي نقدر نتناولها في فصل الشتاء وبتساعدنا على حرق الدهون. شوفي، كثير من المشروبات او معظم المشروبات اللي احنا بنعرفها المتداوله بيننا هي مشروبات جيده. في منها مشروبات مدره للبول او تساعد في التخلص من احتباس السوائل في الجسم في فصل الشتاء، زي القريص مثلا، زي الشومر، وكمان مفيدة لالتهابات البول. عندنا مشروبات مدفئة في فصل الشتاء زي القرفة، زي الزنجبيل، مثلا مشروب النعناع، مشروب البردقوش، هذه مشروبات كلها طعمها جيد وفي نفس الوقت تساعد في حرق الدهون. البهارات كمان أيضا
مدفئه بالذات الفلفل مثلا، وطبعا الناس اللي ممكن يتقبلوه اما بصير عندهم مشاكل بالمعده برضه هذا يعتبر من حوارق الدهون. خلي التفاح الطبيعي وضعه على السلطه برضه هذا راح يساعد في حرق الدهون. يعني احنا في عندنا يعني الاعشاب قائمه طويله تساعدني، منه بتقوي المناعه ومنه تساعد في حرق الدهون. ونحاول الابتعاد عن المشروبات اللي بتزيد الوزن زي مثلا النسكافيه ومشتقاته، زي مثلا الاكثار من تناول السحلب. ممكن اتناول كاس لا باس، يعني لكن لو تناول يعني كميه مسموح تناول كاس طبعاً يوميا من السحلب، بما انه في نشا وفي حليب وبعض الناس بيضعوا سكر. الله سبحانه وتعالى ايش بيقول؟ وهذه كمان رساله لكل الناس اللي بيعملوا رجيمات قاسيه او بيعملوا انظمه حميه يعني للاسف فيها حرمان. الله بيقول في القران كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الأكل هو متعة من متع الحياة. الأكل والشرب هو متعة من متع الحياة، ولكن أنا بدي أتمتع بشكل صحي. بدي أتمتع بشكل صحي. أنا ممكن أشرب كاسة سحلب بنشا بس بدل السكر ممكن أستخدم زي ما قلنا محليات طبيعية زي الستيفيا. لكن لو أنا أكثرت من هذا المشروب ممكن يأثر علي سلبا، لكن طالما أنا أتناوله بشكل معتدل سواء المشروبات سواء المأكولات، ولكن ما أحرم حالي. وعشان هيك اليوم إحنا بنستخدم البدائل الصحية، يعني في أنظمتنا الغذائية ما في شيء حرمة، ولكن في بدائل. يعني حتى إحنا يعني اليوم مثلا نابلسية، مثلا كلنا بنحب النابلسية، كيف أنه أنا أعمل نابلسية بشكل صحي؟ في عندنا قطر ستيفيا موجود في المولات في الصيدليات، في عندنا ممكن أستخدم جبنة قليلة الدسم، استخدم زبده طبيعي اللي هي مكونات، واعمل نابلسيه سواء مريض سكر وانسان بيعمل حميه وانسان بده يحافظ على صحته. والسعر اليوم حتى اسعار الاكل الصحي ليس مكلف زي زمان، لانه اليوم صار في ثقافه عند الناس. فمعناته انه انا ما بديش احرم حالي وفي نفس الوقت باكل شيء حلو. يعني اليوم لما اشرب شاي او كاس شاي بالستيفيا ما بشرب شيء حلو، وفي نفس الوقت ما في سعرات. فيعني وهنا انا ممكن اعمل عمليه ملتويه للجسم، هو بده سكر لانه هو اسهل له زي ما قلت لك، انا ادخل له سكر ويتحول لطاقه، لكن ما ناخذ مثلا الستيفيا محل الستيفيا ما في سعرات، طب الجسم من وين ومن وين بده يحرق؟ فاضطر يحرق من الداخل. زائد بدناش ننسى، بركز دائما فصل الشتاء على ممارسه الرياضه، الحرق الدهون في فصل الشتاء اسرع وافضل من اي فصل ثاني. فعشان هيك لازم نقول انه فصل الشتاء هو الفصل أو الموسم الحقيقي لإنقاص الوزن مشروطة إذا التزمنا بالنظام الغذائي المتوازن، اللي هو أصلا زي ما معظم أكل الشتاء كمان بضاعف. يعني الحمصيص والخبيزة العدس الملفوف إذا استخدمت برغل، أو في رز اليوم كمان، حتى اليوم في رز متوفر عندنا اللي هو اسمه رز لذة أو مكرونة لذة اللي هو عالي البروتين وغني بالالياف. يعني اليوم ما في عندنا شيء انه احنا ممكن نقول انه محرومين، موضوع الحرمان هذا انتهى. يعني لو احنا اللقاء هذا قبل 10 سنوات كان مش هقدر اقول لك في بدائل. صحيح، لكن اليوم البدائل متوفره وباسعار ارخص من القديم كثير. يعني اليوم احنا بفضل الله وخلينا نفتخر بمنتجاتنا الوطنيه. اليوم احنا مثلا كشركه ابن نفيس احنا نعتبر الشركه الاولى في فلسطين التي تهتم بصناعات الاغذيه الخاليه من السكر او بين قوسين الصحيه. موجود احنا في عندنا منتجات مش موجوده برا، يعني القطر الستيفيا انا كثير بتواصل، وقبل ما اجي من الامارات تواصلوا معنا كيف احنا ممكن ناخذ قطر الستيفيا. فلا اليوم البدائل موجوده بفضل الله، واسعار برجع بقول اسعار منطقية. بس انت طبعا الوضع الاقتصادي تبع البلد هذا بأثر على كل شيء، لكن برجع تاني بقول فصل الشتاء فرصة لمن يبحث عن الصحة ويجهز حاله. لا لكن فصل الشتاء انا بقول لك رجيم صعب، وبناء على خبرة وبناء على تجارب عشرات الآلاف من الحالات، لا فصل الشتاء هو اللي كان دائما بيدينا نتائج افضل من اي فصل ثاني. هي المشكله دكتور، يعني الناس كما يقولون ليل الشتاء طويل، فشو بدنا نعمل فيه وقاعدين في البيت؟ خاصه يعني الصيف في يعني متسع انه نطلع على الخارج، شاليهات بحر ما الى ذلك، لكن المصيبه انه فصل الشتاء احنا قاعدين في البيت، فاحنا يعني والليل طويل، فشو يعملوا؟ انا احكي لك شيء. اليوم احنا فصل في الشتاء أنا ممكن مثلا أتناول مكسرات بس كمية معتدلة ويكون قليل ملح، ممكن أتناول مشروبات ساخنة، ممكن أتناول شربات زي شوربة العدس مثلا، حتى البروتين في فصل في الليل أفضل من تناول السكريات أو النشويات، ممكن أعمل صحن مثلا ذرة فشار يعني،
بقليل من الزيت. يعني في بدائل كتير انا ممكن اعملها، ولكن بحاول انه انا اقلل السعرات قدر الامكان. لكن ما في شيء اسمه انه انا بدي اضلني محروم طول الليل، لا، في بدائل كتير. لو عملنا عملت كاس شاي بمحلل ستيفيا، انا بقول لك راح يديني شعور انه خلاص، يعني هو مش جوع، هو احنا مش بيجينا جوع في فصل في الليل، هو بيجينا اكثر شيء انه انا بدي شيء حلو، تمام. لكن انا برجع تاني بقول لا، انا بدي اجبر جسمي انه هو اللي يحرق. وفي كثير حاجات ممكن احنا نسلي حالنا في الليل غير الاكل. يعني هو احنا في عندنا مشكله على فكره، ربطين التسليه بالاكل. احنا مش بناكل لانه جعانين. يعني انا مش اقول لك معظم المشاهدين بيشوفونا الان بالأكل. واحد يقعد مع نفسه، احنا بناكل لانه زهقانين. لما بنزعل بناكل، لما بنفرح بناكل، لما نطلع طشه مثلا اول ما ننزل وين الاكل، ما بنروح على الشلات وين الاكل، خلص الاكل طب قوم نروح. هذه برضه ثقافه، يعني الحياه عندنا مفهومها اكل. يعني حتى احكي لك شيء، يعني كثير ناس مثلا بيجوا عندنا من الناس الاغنياء، يعني مثلا باشعر انه كل فلوس رايحه على الاكل، وكانه الاكل هو بس الحياه. لا، هو الاكل هو يعني الاكل هدف منه البقاء على الحياه، وليس الحياه الاساسيه الاكل. الاكل يعني مفترض انه يكون ممكن اتمتع بالاكل، بس مش هو اساس الحياه. اليوم احنا للاسف نصحى الصبح بنفطر، طب مش بنتغدى، بنتغدى طب احنا في ناس بيفكروا اسمه وخوم الجماعه. للاسف. طيب يعني. دكتور، تحدثت عن اكلات الشتاء زي حمصيص وخبازه وهي الاكلات، والمشكله هاي الاكلات بتحتاج خبز جنبها، على عكس مثلا الرز ممكن ناكله بالمعلقه. طب الحمصيص والخبازه بدنا ناكل خبز، طب الخبز ايضا في مشكله. لا. فكيف احنا يعني نتعامل مع هذا الموضوع؟ هو شوف، الخبز بريء. يعني كثير انا باشعر الناس الخبز هو الموضوع، مش في الخبز، الموضوع في كمية الخبز اللي أنا بتناولها، تمام؟ عشان هيك إحنا دائما بميل في الأنظمة تبعتنا إلى الخبز القمح الصاج. ليش؟ أول شيء الصاج بيحتاج مية أكتر، ماشي؟ فصار عندي تقريبا 35% من نسبة الرغيف مية، والمية بدين شعور بالشبع. الرغيف الصاج بيكبر، يعني بيكون كبير، مساحته أكبر، لأنه إحنا الخبز البيتا بوجين بيكون مخلص يعني. فخبز الصاج بيديني كمية انه انا اكل اكثر واشعر بالشبع. لانه الهدف من الخبز ايش هو؟ الهدف من الخبز مش انه انا اكل خبز، الهدف انه انا اغمس بالخبز. لكن احنا للاسف نتيجه الوضع الاقتصادي السيء على مدار منذ زمن، الوضع الاقتصادي السيء، فالناس دائما تعتمد على الخبز بشكل اساسي. يعني انا احكي لك، انا دائما بتذكر واحنا صغار كنا نشتري نص شيكل فلافل واثنين شيكل خبز، كنا نحشي كل رغيف في قرص، لانه الخبز هو اللي بيشبعنا، لانه ما صحيح. في امكانيات عند الناس تشتري، او منفت الخبز في الشاي، لانه هو هيك، لانه الوضع ما في الناس عندها قدره تشتري فواكه وخضار والى اخره. لكن اليوم في عندي بدائل، انه انا بدال ما اروح باتجاه الخبز الابيض اروح للخبز القمح. هيجي واحد يقول ما هو الخبز الابيض والقمح نفس السعرات، وهذه معلومه خطا تماما. الموضوع ليس في السعرات فقط، ولكن في القيمة الغذائية. أنا لما باكل خبز أبيض، رغيف خبز أبيض، راح يرتفع السكر عندي مباشرة، بينما خبز القمح لأنه نتيجة الألياف اللي فيه راح يصير عندي عملية بطء في امتصاص السكريات، وبذلك راح يرتفع السكر بشكل تدريجي، وكمان في نفس الوقت راح يديني شعور بالشبع، وتحديدا إذا كان صاج، لأنه زي ما قلنا الرغيف الصاج كبير وبيديني مساحة أكبر أنه أنا أغمس. ممكن أنه أنا أتناول مثلا في أكلة معينة أنه أنا أتناول خبز برضو القمح الخامر، ولكن إحنا يعني عشان يدينا شعور بالشبع أكثر أفضل، هو أنا بفضل دائما الصاج القمح، ويكون قمح كامل إذا قدرنا نعمله طبعا. متوفر هذا الصاج القمح؟ عادة أي ست ممكن تروح تجيب قمح، وطبعا هو بيغلب شوية بالعجين لأنه ما في عرق، ومتوفر. يعني احنا في عندنا برضه منتج اسمه توب صاج، وعباره عن قمح كامل مع شوفان مع شعير، وبنحاول برضه نوفره للناس على اساس انه يكون وبسعر عادي، برضه بسعر عادي، ولكن احنا في عندنا، لا هو موجود عندنا في مراكزنا وفي مخبز توب صاج عند شارع عيديه، لكن لانه مكان يعني شويه هو بغلب، انا بعرف القمح، لكن بنحاول برضه للناس اللي ما بيقدروش او مش فاضيين يعملوا انهم نوفر لهم اياه بسعر عادي نفس الخبز العادي، لانه احنا مالين بتعزيز ثقافه. انا بعرف انه الموضوع هذا مش سهل. كيف يعني؟ وهذا كثير انا بفكر فيه الموضوع، يعني قديش اليوم الاكل الصحي صار متوفر، ليش الاقبال عليه ليس كما يرام؟ لانه ثقافه، يعني احنا انولدنا بالخبز على الخبز الابيض، في يوم وليله بدنا نغير؟ لا، الثقافه تحتاج الى سنوات، وتحتاج الى وسائل اعلام قويه
تحاول تغير وتعزز ذات عند الأطفال. إحنا المشكلة عندنا الأطفال، إحنا مقبلين مش مقبلين، إحنا في كارثة. وهذا أنا رسالة بوجهها لكل المسؤولين، نحن في فلسطين في كارثة اسمها سمنة الأطفال. يعني قبل 20 سنة في المدرسة كان واحد أو اثنين ناصح، اليوم المدرسة لو في كمية كبيرة من الأطفال بيعانوا من السمنة. هدول بحاجة إلى تعزيز، بحاجة إلى تعزيز كثقافة إلهم ولأهلهم وللكانتين اللي بيشتروا منه ونوعية الأكل اللي بيأكلوه، لأنه هذا الجيل، هذا الجيل الصاعد. إذا أنا ما بدي أهتم بالأطفال طب وأبدأ أعزز وأعززهم، اليوم لما أنا الطفل يدوق طعم الخبز القمح يتعود عليه، لكن اليوم أنا بعد 40 سنة باكل خبز أبيض تيجي تقول له كل خبز قمح، فأشعر أنه هو أنا مش متعود عليه، فأقول عنه مش زاكي. وهنا برضو بدي أوضح في فرق بين كلمة مش زاكي وكلمة مش متعود. الناس يقول لك مش زاكي، هو مسموش مش زاكي، هو اسمه أنا ما تعودتش عليه، لكن لو أنا تعودت وأنا صغير هيصير الخبز الأبيض عندي مش زاكي. صحيح، الموضوع فيه تفاصيل كثيرة، لكن نختم في جزئية مهمة ما بنقدر ننهي اللقاء بدون ما نحكي عنها، وهي شرب الماء. دكتور، كثير بننسى في فصل الشتاء نشرب المية، قديش خطر هذا الموضوع خاصة في فصل الشتاء؟ عشان هيك عادة مشاكل المسالك البولية في فصل الشتاء بتزيد، تمام؟ لأنه عدم شرب الماء، وتحديدا عند السيدات، يعني في ستات أنا بسألهم بالثلاث أيام بشربوش مية يعني، وهذه مشكلة. بقول لك بننسى، يا جماعة فيش اسمه بننسى، هذا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأنا أحكي لك شيء كمان، يعني إحنا في عندنا جهاز بيقيس نسبة الدهون والعضلات والسوائل والعظم بالجسم، 95% إذا مش أكتر من الحالات اللي أنا بشوفهم السوائل عندهم ضعيفة، نسبة السوائل في جسمهم ضعيفة نتيجة عدم تناول الماء بشكل كافي، وهذه مشكلة. الماء كل العمليات الحيوية في جسمي بدها مية، فما حدش يقول لي انه انا بنسى. يا ست كيش شرب مية، شربيها على شكل شوربات، على شكل مشروبات، على شكل عصائر، كلها مية. هذا على فكرة يعني لازم كل كيلو جرام من جسم الانسان يحتاج 30 سنتي مية، يعني واحد وزنه 70 كيلو بده 2 لتر ونص مية. فشرب الماء ضروري، سواء ماء دافئ سواء ماء مية عادية، ودائما تخلي الجنية معاي. وأنا بفضل كمان عشان الناس يشرب مية أكتر دائما تكون الجنية صغيرة، لأنه الجنية لما تكون كبيرة الواحد هيك نفسيته تتقبلها. أيوة، يخلي دائما معاه جنية يعني من الصغيرة من الشكل هذي. وأصبحت في تطبيقات الآن على الهواتف النقالة بتذكرك بشرب الماء، لأنه ما فيش مية معناته فيه التهابات، وهندخل في عاد في, 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 في أدوية وإلى آخره، وممكن ندخل في يعني مشاكل صحية ما لهاش لازم يعني. أشكرك على كل هذه المعلومات الصحية المهمة دكتور محمود الشيخ علي، أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب، شكرا جزيلا. شكرا لك.